تابعنا مع حضراتكم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تطوير المحاول والطرق الجديدة في إطار مبادرة معا نبني المستقبل في محافظة الأسكندرية، والتي تتم تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. واستمع السيد الرئيس لشرح حول المشروع من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أحمد العزازي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تصل أعمال تطوير الطرق والمحاور إلى إجمالية أطوال 140 كيلومتر، بالإضافة لأعمال الهندسة والصناعات الخاصة بالكباري. كما حرص الرئيس على الإطمئنان من المهندسين والخبراء الاستشاريين عن مراحل سير العمل والكفاءة الفنية والإنشائية لمحور التعمير، أخذا في الاعتبار طبيعة الأراضي في تلك المنطقة التي يمر بها المحور. هذا وأكد السيد الرئيس أنه لا بد من التنسيق بين جهات الدولة المعنية خلال إقامة المشروعات القومية، مشيرا إلى أن تكلفة إزالة حجم التجاوزات في الأسكندرية بلغ 2 ملياري جنيه. وأشار السيد الرئيس إلى أن الهدف من إقامة هذه المشروعات هو تغيير واقع الأسكندرية، ووجه الرئيس بتطوير تلك الطرق والمحاور الحيوية وفق مخطط هندسي وإنشائي يراعي استدامة كفاءتها واستيعابها لحركة التنقل المروري لمدى زمني مستقبلي لا يقل عن 20 عاما، أخذا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذه الطرق والمحاور في تنظيم الحركة المرورية في محافظة الأسكندرية ومحيطها الجغرافية، فضلا عن ربطها بالتجمعات العمرانية الجديدة في المنطقة. كما وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالالتزام بالخطة الزمنية لإتمام الأعمال الإنشائية ورفع الكفاءة مع مراعاة تطبيق أفضل معايير السلامة والأمان. للمزيد من المتابعة عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ عبد الرازق توفيق رئيس جريدة التحرير الجمهورية. أستاذ عبد الرازق أهلا بيك يا فندم، وكل عام وحضرتك بألف خير. أهلا بحضرتك، وكل عام وحضرتك بخير وكل المصريين بخير. مجهود كبير، مجهود جبار تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة تطوير البنى التحتية. مبادرة معا نبني المستقبل معنية بهذه أو عملية التطوير، والآن يتم تنفيذها على أرض الواقع في محافظة الأسكندرية تحديدا. كيف ترى ما قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم من تناوله من مشروعات في تطوير البنى التحتية في الأسكندرية يا فندم؟ خليني الأول أستاذة نانسي، يمكن من المهم جدا أن أنا أذكر مقولة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أنجزناه خلال السنوات الماضية هو خطوة من 1000 خطوة. فالرئيس عبد الفتاح السيسي قابض على نفس الإرادة والروح والعزيمة والإصرار لاستكمال مشروع الوطني لبناء مصر الحديثة. لو حضرتك يعني تأملتي في دفتر أحوال نشاط سيادة الرئيس في العيد، أعتقد أنه أول يوم العيد في مدينة العالمين الجديدة وما ترمز إليه من ما وصلت إليه الدولة المصرية من بناء، وخاصة أن العالمين مع العاصمة الإدارية مع مدن أخرى تطابق الكود العالمي في المدن الذكية وقاعدة أساسية في البنى التحتية لفتح أفاق جديدة أفضل للحياة وتغيير واقع المصريين. صحيح. خليني يمكن أعتقد أن نفس الروح اللي بدأنا بيها أعتقد أنها بتسير ربما للمؤشرات ومعدلات أكبر بكثير. هناك إصرار، هناك عزيمة، هناك إرادة قوية لاستكمال مشروع مصر. واعتقد ان يعني حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في اول يوم كان عقب صلاه العيد كان هناك جوله في مدينه الفنون في العاصمه في العالمين الجديده، ايضا كان اجتماع مع الحكومه لمستقبل الساحل الشمالي الغربي وما يشكله من نواه اساسيه في مستقبل مصر، وفتح ايضا افاق جديده للتوسع المصري. اعتقد ان كمان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقد احوال المصريين والاطمئنان على ظروفهم المعيشيه واحوالهم المعيشيه، حوار سيادته مع المجند أيمن أو الأسرة المصرية، وكيف يقدر الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين وما والإيد اللي بتعمل يعني المصرية، أعتقد أن ده يعني لم يسبق لأي رئيس، خاصة أنه يعني يحول الأعياد والأجازات إلى جهد مضاعف. وشفنا لقاءات الرئيس مع الشركة الألمانية والشركة البلجيكية بالأمس، وأيضا اتصالات دولية، وأيضا اليوم في الأسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطمئن على أعمال التطوير والمحاور والطرق الجديدة في إطار مبادرة مع نبني المستقبل في الأسكندرية. أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بيؤكد أن أهمية البنية الأساسية. وخليني أقول لحضرتك أن أنا كنت موجود في فرنسا في مؤتمر دعم السودان ودعم الاقتصاد الأفريقي، كان هناك مطالبات بالتركيز على مشروعات البنية الأساسية والتحتية وما لها من دعم وتنشيط
الاقتصاد وايضا لايجاد فرص عمل كثيفه، واعتقد انها بتعزز النشاط الاقتصادي. يعني اذا التجربه المصريه كانت تجربه ملهمه، اعتقد استشراف كل خطوات الرئيس بيتاكد على سير العمل في المشروعات، بيطالب ويؤكد دايما على الجدول الزمني المحدد باعلى كفاءه وباعلى جوده. ايضا استاذه نانسي، الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيستشرف المستقبل، يعني استدامه الكفاءه الفنيه للمشروعات لاكثر من 20 عاما، وربطها ايضا بالمدن والمجتمعات العمرانيه الجديده. لم نكن نرى هذه الرؤيه الثاقبه في العمل لمئات او عشرات السنين، ولربما لعقود طويله، وربما اكثر زي ما قال سياده الرئيس اكثر من 100 سنه او 150 سنه. خليني اقول لحضرتك، طبعا التاكد من سير العمل والكفاءه الفنيه والانشائيه، يعني اخذا في الاعتبار حتى طبيعه التربه في محور التعمير، كل التفاصيل الدقيقه بتكشف اننا امام رئيس يعني دايما ايده. الحقيقه هذه يعني نقطه مهمه للغايه استاذ عبد الرازق، يعني طبعا ساخوض فيها مع حضرتك، يعني فكره ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني يتحدث عن تفاصيل التفاصيل بالارقام والبيانات والاحصاءات، معه بالطبع الحكومه المصريه تسنده جنبا بجنب. كيف ترى يعني الذهن الحاضر للسيد الرئيس دائما بالارقام والاحصاءات استاذ عبد الرازق؟ يعني دي نقطة مهمة جدا. يمكن على مدار 7 سنوات شفنا ان الرئيس ملم بكل قضية، بل بالعكس بيطالب كل مسؤول او كل من يتحدث او يتصدى لامر انه يكون ملم ومحيط بالموضوع. هو دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيمنحنا النموذج والمثل والقدوة، يتابع كل التفاصيل. ولعلني يعني اذكر مشهد ربما لا يتسع الوقت، عندما كانت السيول في الاسكندرية والرئيس عبد الفتاح السيسي بقدر وجلالة المكان والمنصب يتصل بضابط صغير في العمرية ويتابع معه الموقف. أعتقد أن الرئيس دايما بيتابع المسؤول التنفيذي، المسؤول المباشر على الأرض، دايما سواء في الاجتماعات مع الحكومة يتابع أولا من أول، ملم بكافة الأرقام، ملم بالمؤشرات، ملم أيضا بأصل المشكلة وأبعادها، وأيضا وضع الرؤية الصحيحة لحلها، وليس حلها لأمر كمسكن أو مخدر مؤقت، ولكن تخاطب يعني عقود كثيرة، تخاطب المستقبل، تخاطب أجيال مختلفة. طيب، كل المشاهد الرؤى في عملية التنمية المصرية وما لها من خصوصية، أعتقد أنها بتخدم وتلبي احتياجات مش بس الأجيال الحالية ولكن الأجيال القادمة. كونك تحدثت عن المشاهد بشكل عام أستاذ عبد الرازق، يعني نذكر هنا ربما حديث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع يعني أحد سائقي الدراجة خلال الجولة الذي كان يقوم بها الأمس، وحديثي عن أهمية العمل الجاد على قدم وساق لتوفير ظروف معيشية مناسبة للمواطنين، وكان يتحدث مع أحد المواطنين على أهمية العمل. هذا على الجانب الآخر ما نراه عادة من السيد الرئيس. اليوم ونحن نشهد تفقده لعدد من المشروعات ومتابعته لسير العمل في الإنشاءات في محافظة الإسكندرية، الحقيقة نتحدث هنا على أن ما يقوله السيد الرئيس دائما يترجم إلى أفعال من سيادته نفسه أستاذ عبد الرازق. ده صحيح، يعني خليني أقول لحضرتك، يمكن الرئيس قال عبارة مهمة جدا، كل ما تخاف وكل ما تقلق اتعب أكتر واشتغل أكتر. الطموح أو الهدف ما بيتحققش واحنا قاعدين او بالشعارات او بالمزايدات او بالعبارات الانشائيه، ولكن بيتحقق بالعمل وبالرؤيه وبالاراده وبالصلابه. وخليني اقول لحضرتك وبشكرك على هذه الجمله، كل ما يقوله الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود بالفعل على ارض الواقع. هو دايما زي ما قلت لحضرتك بيدينا النموذج وبيدينا المثل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الجمعه في احتفال بثوره 23 يوليو في رابع ايام العيد بينزل لمواقع العمل، وليس فقط لمجرد حتى اتصال او، لكن هو موجود في ميدان العمل، في ميدان الانتاج، بالمتابعه، بالاطمئنان على سير العمل والمشروعات اللي بتشكل عصب التجربه المصريه وعصب بناء الدوله المصريه. بالامس كان في الساحل الشمالي، اليوم في الاسكندريه، اعتقد كان موجود يعني تطوير منظومه الصناعه البحريه مع شركتين عالميتين، اتصالات دوليه. اعتقد يعني مصر مش هتتبني وبناء الاوطان. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيدينا الروشتة، بيدينا المثل لكيفيه بناء الاوطان. هذه فلسفه، هذه استراتيجيه الرئيس يكابد ويكافح ومشغول. وقلت لحضرتك يمكن في السابق ان نفس وتيره الحماس والاراده والعزيمه والاصرار هي نفس روح البدايه، وربما تعظمت لان اصبح قدامنا كيان
مشروع كبير جدا لبناء مصر، أصبح صحيح. عندنا مجموعة من العشرات الإنجازات من تجربة ملهمة مصرية أشاد بها العالم وأشادت بها المؤسسات الاقتصادية في العالم، وأصبحت بالفعل فخر المصريين. يعني زي ما قلت لحضرتك، الكلام والتصريحات تطابق الواقع صحيح. وربما تزيد. هناك استراتيجية أخرى ينتهجها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أستاذ عبد الرازق، وهي استراتيجية الوقت أو أهمية الوقت بالنسبة لمن يعمل بجد وكفاح. اليوم كان هناك حديث ربما يعني قاله السيد الرئيس أكثر من مرة خلال افتتاح هذه المشروعات والمشاريع الماضية، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني، بضرورة إنهاء المشروعات في أسرع وقت، أن يكون هناك جدول زمني محدد تنتهي خلاله هذه المشروعات. كيف ترى حديث السيد الرئيس دائما عن الوقت والجداول الزمنية والانتهاء في المواعيد المحددة يا فندم؟ خليني يمكن انظر لحضرتك سؤالك من بعدين. يمكن الوقت مهم جدا، لان مصر اتاخرت كتير جدا. دايما سياده الرئيس بيقول احنا متاخرين، ان في تجارب بدات، مصر محتاجه في مشاكل كتير منذ العقود الماضيه. خليني اقول لحضرتك كمان فلسفه الشخصيه اللي انا شايفها احنا متاخرين او الوقت، لان من الواضح هناك استشراف للمستقبل. كل ما تكون قوي وقادر وتمتلك القوه والقدره الشامله المؤثره، كل ما تكون قادر على مواجهه كل التحديات وكل التهديدات وكل المخاطر. اعتقد فلسفه العافي والقوي ما حدش يقدر ياكل لقمته، الاسد ما حدش يقدر ياكل اكله. اعتقد ان احنا كنا نسارع الوقت ونسابق الزمن لمزيد، يعني هناك تهديدات غير مسبوقه بتواجه مصر، وشفنا يمكن مؤخرا تهديد وجودي بيواجه مصر. لا، اعتقد ان الثقه المصريه والقدره المصريه اللي بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شعبه تبعث بالثقه والاطمئنان ان كل حقوق مصر مصانه ومحفوظه، لاننا بصدد دوله تمتلك مؤسسات قويه وقادره على الدرء ودحر هذه التهديدات والحفاظ على الامن القومي المصري وكافه الحقوق المصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف الاستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريده الجمهوريه. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.